بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل وأزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. موضوعنا الليلة هو المعاناة الروحية التي عاناها محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي المعروف بأبي حامد من كبار علماء الإسلام وكبار أولياء الله عز وجل وعباده المتقين، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله عز وجل. وأبو حامد الغزالي لديه تجربة عجيبة ومعاناة لم يعيشها أي من علماء الإسلام أو لم تصلنا بقلم من عاناها كما وصلتنا بقلم الغزالي نفسه. فهو جمع بين العلم الوفير والذكاء العجيب والشفافية الروحية المحلقة، بما أنه عاش أزمة روحية عميقة وصفها لنا وصفا دقيقا في كتيبه الصغير المنقذ من الضلال والموصل إلى العزة والجلال. ولد أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي عام 450 هجرية 1054 ميلادية في طوس في منطقة خراسان، وهي بلدة قريبة من مدينة مشهد في إيران اليوم. وهو فارسي الأصل، ولد في تلك المنطقة ونشأ فيها وتعلم على كبار علماء الإسلام في نيسابور وخصوصا على إمام الحرمين الجويني. وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني يعتبر من كبار علماء الأصول ومن فقهاء الشافعية، وقد درس عليه الغزالي سنوات وأخذ عنه خصوصا علم الأصول، ولخص الدروس التي أخذها عن الجويني فيما بعد في كتابه المنخول من علم الأصول، وهو يعتبر من جوامع كتب علم الأصول. نبغ أبو حامد الغزالي في سن مبكرة جدا. كان والده رجلا مسلما ورعا، وإن لم يكن على قدر من العلم، ولكنه كان مسلما ورعا مخلصا. ومات الوالد وأبو حامد الغزالي وأخوه أحمد لا يزالان في ريعان الصبا، فأوصى بهما أحد الأقارب فأخذهما لفقرهما إلى إحدى المدارس الإسلامية ليدرسا فيها حتى يجدا لقمة العيش في المدرسة. يعني ذهبا إلى المدرسة ليس لغاية الدراسة في ذاتها بقدر ما كان طلبا للقمة العيش، وهما من أسرة فقيرة وكانا يتيمين أيضا. وقد تذكر أبو حامد الغزالي فيما بعد تلك الأيام الخوالي وتحدث عنها فقال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يعني ذهبنا للمدرسة نريد الطعام والشراب والمأوى، ولكن الحقيقة في النهاية العلم بالشرع هدانا إلى أن هنالك ما هو أهم من الطعام والشراب والمأوى. نبغ أبو حامد الغزالي وجمع أطراف العلوم في عصره وخصوصا العلوم العقلية، فنبغ في الفلسفة والمنطق وعلم اللغة وعلم الأصول، وبدأ يؤلف التأليف. وحدثت له حادثة طريفة في أيام دراسته الأولى تعلم منها درسا عميقا. كان مسافرا مع أقوام وكان يحمل معه دفاتر كتب فيها كل ما سمعه من أشياخه، ولم يكن يحفظ في تلك الفترة. ثم عاد بعض قطاع الطرق على القافلة فسلبوا الغزالي من المذكرات التي يحملها
فضاع عليه كل ما تعلمه من مشايخه لسنوات، لكنه لقن درسا بذلك وعلم أن العلم الشرعي يحتاج إلى حفظ، وقرر أنه إذا درس علما شرعيا أن يحفظ وأن لا يعتمد على الكراسات وعلى الكتب. نبغ الغزالي في علوم كثيرة لما كان في تلك الفترة، طبعا كان عصرا مضطربا جدا، فيه اضطرابات سياسية كثيرة، كانت الدولة العباسية تعاني من التفكك، وكان هناك صراع كبير بين القوى السياسية من سلاجقة وعباسيين ودول أخرى، وصراعات طائفية عميقة تمزق المجتمع المسلم، وتعصب مذهبي وروح طائفية، وكثير من كان عصرا مضطربا غاية الاضطراب. لكن القوة السلجوقية كانت القوة السائدة، السلاجقة الأتراك كانوا هم القوة الصاعدة في تلك الفترة، وأحد هؤلاء الوزراء السلاجقة الأتراك وهو الوزير المشهور نظام الملك علم بأبي حامد الغزالي وعرف عن نبوغه وعلمه، فاتصل به واستدعاه وتحدث إليه وطلب منه، طلب نظام الملك الوزير نظام الملك من أبي حامد الغزالي أن ينتقل من خراسان إلى بغداد ليكون كبير المدرسين في المدرسة النظامية ببغداد. المدرسة النظامية هي جامعة، هي أهم جامعة في العالم الإسلامي آنذاك، ومؤسسها هو الوزير نظام الملك نفسه، وهو يبحث عن نوابغ العلماء ليبعث بهم إلى مدرسته التي أسسها ببغداد ليكونوا مدرسين هناك. فبعد أبي حامد الغزالي إلى تلك المدرسة وهو لا يزال في الثلاثين من عمره، وأصبح علما كبير المدرسين في تلك المدرسة، حتى أصبح كبار العلماء يأخذون عنه الفقه والأصول والفلسفة والمنطق. So our topic tonight is about one of the great Muslim scholars, intellectuals and the spiritual leaders, Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali, who was born in 450 Hijra in Qus, in Iran today, close to the city of Mashhad in Iran today, and he died in 505 Hijra in the same city. But after a life, very rich life of intellectual richness and spiritual suffering. And the significance of Abu Hamid al-Ghazali is the spiritual crisis that he lived and he transferred to us through his famous small book, Al-Munkir min al-Dalal, the deliverer from error, which is an autobiography that Abu Hamid al-Ghazali wrote about himself, his intellectual and spiritual crisis, but it reflects also the general crisis of the Islamic culture in his time. So Abu Hamid al-Ghazali was born in Tus. He studied with one of the greatest scholars of Shafi'i school of thought, Abu al-Ma'ali, Imam al-Haramain al-Juwayni. And then when he became famous of his knowledge, he was invited by Nizam al-Mulk, the famous Seljukid wazir, and Nizam al-Mulk asked him to move to Baghdad to be the head of the professors of the Nizamiya College, which was one of the most important universities in the Islamic world at that time. So Abu Hamid al-Ghazali started teaching in Baghdad, and the famous Muslim scholars of his time became his students. But he was still very young at the time. He was about 34 years old when he was teaching in Baghdad. We know, for example, one of the students of Abu Hamid al-Ghazali was Abu Bakr ibn al-Arabi, al-Qadi from Spain, from Andalusia, who traveled from Spain to Baghdad in order to learn from Abu Hamid al-Ghazali. And he talked about him in his rihla, in his
book of travel, travelogue that he was, he's describing his travel throughout the Islamic world. Ibn al-Arabi talked about Abu Hamd al-Ghazali and his crisis and his knowledge. بعد سنوات من التدريس بدأ أبو حامد الغزالي يدرك الكثير من أمراض المجتمعات المجتمع الإسلامي في عصره. ليس عوام المتدينين فقط وإنما حتى أمراض العلماء والمتصوفة والفقهاء وأمراض القادة السياسيين بدأ يكتشف، وقد أعطاه الله عز وجل ذكاء حادا وقدرة فائقة على الملاحظة. ويشرح لنا أبو حامد الغزالي العديد من هذه الأمراض الروحية، أمراض التدين الموجودة عند المسلمين في عصره، منها الجدل، الولع بالجدل في الدين، ومنها حب الظهور والشهرة عند الفقهاء، ومنها محبتهم التقرب من السياسيين والقادة والتملق لهم وعدم الشجاعة في قول الحق، ومنها عند المتصوفة كثرة البدع والخرافات، وعند الفقهاء الروح الشكلية وعدم التركيز على جوهر العبادة والانشغال بظاهرها وبأشكالها، إلى غير ذلك من الأمراض الكثيرة التي شرحها الغزالي. لكن الغزالي أيضا كان له أدوار أخرى كبيرة جدا، وهذا هو السبب في تأثيره على عصره وفي كونه كان أشد أكثر علماء الإسلام تأثيرا في التاريخ الإسلامي، كان أبو حامد الغزالي، ولذلك لقب بحجة الإسلام وهو لقب لم يحصل عليه غيره. كان من الأمور التي أنجزها أبو حامد الغزالي واعتبرت من أهم منجزاته الفكرية والفقهية هي التصدي للفلاسفة. كانت الفلسفة الإغريقية تغزو العالم الإسلامي، ويكاد العقل المسلم ينصهر أمام هذه الفلسفة، ليس قادراً على هضمها، ليس قادراً على نقدها وعلى استيعابها، وولع المسلمون بهذه الفلسفة وتأثروا بها كثيراً، حتى بدأوا يتخلون عن بعض أساسيات الدين، حتى بدأت فكرة التوحيد تشوبها شوائب كثيرة في أذهان الكثير من المسلمين، فتتأثر بنظرية الفيض عند أفلاطون، وبنظرية المحرك الأول عند أرسطو، وغير ذلك من النظريات اليونانية. فكان على الغزالي أن يتولى التصدي للفلسفة، فكتب في ذلك عدة كتب حول الفلسفة، منها كتاب مقاصد الفلاسفة وكتاب تهافت الفلاسفة. أما مقاصد الفلاسفة فهو كتاب وصفي يشرح فيه الفلسفة حتى يقدمها للناس بشكل واضح دون نقاش ودون ربط عليها، لأنه يمتلك عقل الموضوعية، وهو يدرك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني قبل أن تنتقد أي شيء تحتاج إلى فهمه واستيعابه. فقرر أن يكتب كتابا وصفيا وليس فيه أحكام على الفلسفة، شرح لمعاني الأفكار الكبرى التي طرحها فلاسفة اليونان ونقلها عنهم بعض فلاسفة المسلمين من الكندي والفارابي وابن سينا. ثم بعد ذلك قرر أن ينتقد الفلسفة بأسلوب فلسفي منطقي، فكتب في ذلك كتاب تهافت الفلاسفة. أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه started to change at Nizamiya College in Baghdad. And he noticed many of the problems, intellectual and spiritual problems in Muslim societies. At that time, the time he lived in was really a time of confusion and conflict of ideas and ideals. And one of the main intellectual streams that was affecting Muslim societies in his time was the Greek philosophy. Muslims were influenced by this philosophy and deeply, and some of them were really fascinated by the Greek intellect, and they were starting losing their faith because of this fascination with the Greek ideas and intellect.
Abu Hamid Ghazali decided to do something about this confusion and to stand up in the face of the Greek philosophy. So he decided to write books on that. He wrote two books, at least on philosophy. One of them is Maqasid al-Falasifa, the intents of the philosophers. It is a simply description of the main ideas of the philosophers, Greek philosophers and Muslim philosophers who were influenced by them. And after that, he wrote another book criticizing the Greek philosophy and showing the point of weaknesses of this philosophy. And that book is Tahawut al-Falasifa, the inconsistencies of the philosophers. Those books have very strong impact on Muslim, on the Muslim mind, because the two books of Ghazali gave Muslims the self-confidence that they can stand up in front of the Greek philosophy, they can criticize it from an Islamic point of view, and they can prove that all of the philosophers' ideas that are in contradiction with Tawheed are really not logical ideas and can be criticized. Another, هنالك تيار فكري آخر تصدى له أبو حامد الغزالي وكان التصدي له من المنجزات العظيمة التي حققها أبو حامد الغزالي. هذا التيار هو الفكر الباطني، الباطنية المتأثرة بالأفلاطينية الجديدة، كانت أيضا تنخر في جسم الثقافة الإسلامية. كثير من المسلمين تأثروا بالباطنية وأصبحوا يعتقدون أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وأن الشعائر الإسلامية لها ظاهر وباطن، وأنك يمكن أن تركز على الباطن وتتخلص من الظاهر، ويؤمنون بوحدة الوجود وبفكرة الحلول والاتحاد وغير ذلك من الأفكار الإلحادية التي بدأت تنخر جسم المجتمع المسلم والعقل المسلم. تصدى أبو حامد الغزالي لذلك وكتب فيه كتابه الشهير فضائح الباطنية، وبين فيه أن هؤلاء يتظاهرون بالإسلام ويضمرون الكفر، وأنهم أخطر من الفلاسفة، لأن الباطنية يتدثرون بدثار الدين ويتظاهرون بالورع والصلاح والتصوف، ولكنهم حقيقة ينخرون المجتمع المسلم ويهدمون الشرع من داخله. أما الفلاسفة فهم يفكرون خارج الدائرة الإسلامية ومن السهل تمييزهم. Another intellectual school of thought, or another stream of ideas that was negatively influencing Muslim culture in the time of Ghazali was the Batini movement. And this is a school of philosophical and spiritual school of thought that is deeply influenced by Neoplatonism, Platonia Jadida. And they were actually destroying Islam from within, because they teach people that if you reach a certain level of piety, you don't have to do salat or give zakat or do anything of Islamic teaching. Now you are, and then they teach also the idea of pantheism, means that Allah Azza wa Jalla, the creator and the creation are the same thing. Fikrat al-hulul wal-ittihad, which is really a destruction of the whole concept of Tawheed in Islam. So Abu Hamid Ghazali stood up for this stream of ideas, and he wrote his book, Vadaih al-Batiniya, refuting their ideas. And his book has great impact also on refuting and defending the true Islamic faith against those ideas. هنالك تيار فكري آخر تصدى له أبو حامد الغزالي وكان من الإصلاحات العظيمة في الفكر الإسلامي التي أنجزها هي هذا التصدي، وهو التصدي للشكلية الفقهية والتقليد والتعصب المذهبي، لأنه وجد أن الفقهاء في عصره أصبحوا شكليين، والنزعة الشكلية هي علامة من علامات الانحطاط
في الأديان. في عصور الانحطاط يتحول الناس إلى هوس بالتمسك بالأشكال وإهدار المعاني الروحية والأخلاقية للدين، فتجد الناس يتصارعون على أمور صغيرة جدا من التفاصيل مثل القض والسدل أو مثل أمور بسيطة جدا لا تضر وكل منها مقبول من الناحية الشرعية، فتجد الناس يتصارعون عليها ويهدرون طاقاتهم بها وينسون الأمور الكبرى مثل معاني الخشوع في الصلاة وتزكية النفس والتقوى والخشية إلى غير ذلك. فأدرك أبو حامد الغزالي أن هذه الشكلية، النزعة الشكلية عند الفقهاء هي علامة من علامات الانحطاط، وأنها تحتاج إلى التصدي لها، وأن العبادات الإسلامية تحولت إلى عادات، لم تعد عبادة وإنما أصبحت عادات شكلية يؤديها الناس بطريقة أوتوماتيكية دون التفكير في معانيها الروحية والأخلاقية. ولذلك ألف كتاب إحياء علوم الدين، ليس كتاب فقهي، ليس كتابا فقهيا بمعنى الكلمة، وإنما هو كتاب يحاول إعادة الروح إلى العبادة ذاتها، لأن الفقهاء الشكليين يركزون على صحة الصلاة مثلا، لكن عند أبو حامد الغزالي ينبغي أن يركز على القبول. المشكلة ليست هل هي صحيحة شكليا، المشكلة هل يقبلها الله عز وجل، هل نؤديها بطريقة هي خشوع وخضوع وحضور قلب حتى يقبلها منا الله عز وجل. المشكلة ليست في أن نؤدي الزكاة من الناحية القانونية وتنتهي المشكلة، القضية هي أن نتأكد أن نأخذ المال من حل ونضعه في محل، يعني أن يكون هنالك مراقبة وخشية لله عز وجل بكل شيء. فكان من إنجازات أبي حامد الغزالي التصدي للشكلية الفقهية والتعصب المذهبي. ولذلك تعتبر حقيقة أهم إسهامات أبي حامد الغزالي في الفكر الإسلامي هي إعادة انتباه إعادة الاعتبار إلى فكرة الإخلاص والقبول في العبادة، بدل التركيز على الصحة الشكلية للعبادة، وإنما إعادة الاعتبار إلى فكرة الإخلاص في العبادة وأداؤها بطريقة يقبلها الله عز وجل، وفضح التدين المغشوش، التدين القائم على أساس المراءة والتظاهر والمنفعة الدنيوية. ثم إن أبا حامد الغزالي كان من مميزاته أنه فضح علماء السوء، وقال إن علماء الشرع الإسلامي هم الأطباء، ولكن الأطباء في عصره مرضى، وإذا كان الطبيب مريضاً طبعاً هذه مشكلة، لأنه يبقى المجتمع من دون مسعف، فهو يتحدث عن أن الطبيب مريض وأننا نحتاج إلى أن نعالج الطبيب أولاً حتى يكون قادراً على أداء مهمته، فهو يقول إن علماء عصري مرضى، مرض الجدل ومرض المراء ومرض التقرب من السلطان ومرض مجاراة العوام حتى، فالعالم لا يجرؤ أن يقول الحق أمام العوام لأن العوام قد عندهم تصور آخر مثلاً، وهو يراعي يمشي مع الموجة ويداهن العوام رغم أنه يدرك أن الدليل الشرعي يفرض عليه أن يقول رأياً غير رأي السائد عند العوام مثلاً، وغير ذلك من أمراض الطبيب. والغزالي في ذلك كلام جميل في كتاب إحياء علوم الدين. كان أبو حامد الغزالي لما تعرض لهذه الموجات وهذه الانحرافات يدرك ضرورة أن يتحد المسلمون، خصوصا في وجه الفلسفة والفكر الباطني الدخيل على الثقافة الإسلامية. كان ولديه كلام جميل في مقدمة كتاب تهافة الفلاسفة، هو يقول إنه يريد كل المسلمين أن يجتمعوا إلبا واحدا معسكرا واحدا ضد الفلاسفة الملحدين، فيقول أنا أجعل جميع الفرق إلبا واحدا عليهم، أي على الفلاسفة، هؤلاء يتعرضون لأصول الدين فلنتظاهر عليهم جميعا، فعند الشدائد تذهب الأحقاد. فهو يقول للمسلمين سنة وشيعة ومعتزلة وحنبلية وشافعية ومالكية وغيرهم،
يجب أن يتحدوا في وجه الفلاسفة الملحدين. وهذا درس عظيم لنا اليوم، أننا حينما تكون هنالك تحديات جسيمة للإسلام وللأمة الإسلامية، ينبغي أن ننسى الخلاف في التفاصيل وأن نقف صفا واحدا. I'm sorry for my brothers, the English speaking. I forgot and I just continue talking in Arabic. Well, I need to summarize, give some summaries for what I have been saying in Arabic. So, Abu Hamid Ghazali, intellectual and spiritual achievement is incomparable in Islamic history. His impact in Islamic culture is extraordinary. One of the reasons of this is that he stood up in front of many deviations that were affecting negatively the Muslim society. Number one, he stood up in front of the philosophers, some Muslim philosophers like Ibn Sina and Al-Farabi and those philosophers who were influenced by the Greek philosophers, and he refuted their ideas, as we said before. Also, Al-Batini school of thought, and then also he criticized the formalism of some jurists, الشكلية الفقهية. The formalism is one of the weaknesses. It's actually a sign of decline in any religion. In time of decline, religious people tend to focus on the forms, and they lose the essence of the faith, the spiritual and the moral essence of the faith. So Muhammad Ghazali wrote his monumental book, Ihya Ulum al-Din, in 5 volumes, in order to correct this deviation in the Islamic culture, which is this formalism of some scholars. And he focused on the spiritual meaning of the worship. When he talked about Salat, for example, in the book Ihya Ulum al-Din, the revival of this religious science, that's the title of his book. When he talks about Salat, for example, he doesn't spend too much on the legal aspect of Salat, what makes Salat correct or incorrect. He focuses on the spiritual and moral meaning of Salat and the impact of Salat on our souls and our hearts. And same thing about Zakat, same thing about Hajj and about fasting. That was a great contribution to Islamic culture, and it came in the right time. Abu Hamid al-Ghazali also criticized the scholars of his time, the religious scholars of his time, and he said that religious scholars are like medical doctors, but when the medical doctors are sick, so the whole society is in crisis. And he said that actually the scholars of his time are sick because they don't have the sincerity that a scholar should have. Many of them are willing to compromise their principles in order to get position or to get some money from the rulers of the time, or just simply to be popular. They will tell people what the people want. Like in political campaigns, politicians usually tell people what they want, not necessarily what he believes. But a religious scholar should not do that, because he is speaking, trying to convey the message of Allah Azza wa Jalla to people, and he needs to be sincere about that. Well, now we need to talk about the crisis of Abu Hamid al-Ghazali. After a few years of teaching at Nilamiya College in Baghdad, Abu Hamid al-Ghazali lived a very deep crisis. He felt that he himself is suffering from the same shortcomings of the other scholar. And he said that, I felt that I don't have any sincerity. Actually, I'm here teaching in this high position just to get respect of people and to be famous. And then he was looking for sincerity. That is the main problem of Abu Hamid al-Ghazali. He described this eloquently in his book, Al-Munqidh min al-Dalal. He said that, I was thinking about the good deeds. The best good deeds I was doing is teaching people Islamic law, for example, and Islamic teaching.
But he said, I was not doing it for the sake of Allah. I was doing it for the sake of fame, position, respect, material gain, etc. So what can I do? You know, he started a very deep crisis for a few months, and he got sick. For days he could not eat, and he could not even speak. He cannot talk. He got really sick physically because of the spiritual crisis he was living. So دخل أبو حمد الغزالي بأزمة روحية عميقة بعد سنوات من التدريس في بغداد. أدرك أنه هو نفسه يعاني أيضا من نفس المشكلات التي ينتقدها على الفقهاء العصري، وهي مشكلة عدم الإخلاص في العمل. ويصف ذلك وصفا بليغا في كتاب المنقذ من الضلال، فيقول مثلا: إن تأملت عملي الصالح فوجدت أن أحسنه هو التدريس، تدريس الناس الدين، ولكني لما استبطنت ذاتي وجدت أنني لا أدرس لوجه الله عز وجل، وإنما أدرس طلبا للشهرة وطلبا للمكانة وطلبا للمال. وهذا جعله يخاف، جعله يخاف مرضا خوفا من النار، خوفا من عذاب الله عز وجل، إلى درجة أنه مرض وجلس أياما لا يستطيع أن يأكل، وانعقد لسانه وهو معروف بالبلاغة، فأصبح عاجزا عن الكلام. وظل في هذه الحالة لمدة شهرين، ثم قرر قرارا عجيبا لا يوجد له مثيل في التاريخ الإسلامي. قرر أبو حامد الغزالي أن ينسحب من التدريس في المدرسة النظامية ببغداد، ويترك وراءه ما بين 400 و500 طالب، كثير منهم علماء متمكنون من تلاميذة الغزالي، وأن ينسحب من الحياة العامة نهائيا، وأن يعيش في عزلة في عبادة وتفكر وتأمل لإصلاح نفسه. انسحب من بغداد، ذهب إلى الحج في مكة المكرمة، ثم من الحج ذهب إلى دمشق، وجلس في غرفة صغيرة في الجامع الأموي في دمشق لعدة سنوات منعزلا عن الناس تماما، كلها ليلا ونهارا الذكر وقراءة القرآن الكريم والتأمل لسنوات طويلة. يختلف المؤرخون، بعضهم يجعلها 10 سنوات. وسافر إلى القدس وجلس هناك فترة في المسجد الأقصى أيضا منعزلا عن الناس. ويحكي لنا القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي شيئا عجيبا حدث له. القاضي بن العربي كان تلميذا للغزالي في بغداد أيام العز والأبهة، لما كان الغزالي يدرس في المدرسة النظامية. وجاء ابن العربي جاء من الأندلس إلى بغداد شوقا لكي يتعلم من أبي حمد الغزالي. وأثناء مقام ابن العربي في بغداد انسحب الغزالي من الحياة ومن التدريس. سافر أبو بكر بن العربي إلى القدس لزيارة المسجد الأقصى، وفي طريقه في ضواحي القدس وجد أبا حامد الغزالي رجلا يعيش حياة زهد في لباس رث، ويحمل ركبة على عنقه، ويعيش يعني حياة عجيبة بعيدة جدا من حياة الأبهة التي عرفها عنه ابن العربي. طبعا ابن العربي لم يكن موافقا للغزالي على هذا النمط من الحياة، حياة الرهبانية، فقال له: يا شيخنا، أليس تدريس الناس الدين في بغداد أفضل من هذا؟ قال: فنظر إلي وقال: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وصرت إلى تصحيح أول منزلي. يعني نظر إلي واستشهد البيت من الشعر: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي، وصرت إلى تصحيح أول منزلي. يعني يريد أن يقول له: أنا لم أعد لي تعلق بالأبهة والحياة العامة ومجالس التدريس، وإنما أريد أن أنقذ نفسي وأصحح إخلاصي لله عز وجل. وكان ذلك من غرائب الأقدار التي وقعت في تاريخ العلماء. بعد سنوات من العزلة في الجامع الأموي بدمشق وفي المسجد الأقصى،
بدأ أبو حامد الغزالي يخرج من أزمتها الروحية، وبدأ يدرك فعلاً أن الإسلام قائم على التوازن، وأنه لا رهبانية في الإسلام، وأن العالم المسلم حتى وإن كان يخاف على نفسه من الرياء ومن العجب ومن الشهرة ومن مداخل الشيطان، فإنه لا يمكن أن ينسحب من الحياة، فلعل الله ينفع به أقواماً ويكون ذلك في حسناته. والمسلم عليه أن يخوض الحياة، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجع أبو حامد الغزالي من دمشق إلى بغداد ليزور أسرته بعد سنوات طويلة، ثم من بغداد ذهب إلى طوس موطنه الأصلي وبدأ التدريس من جديد، وإن كان ليس بالطريقة التي كان بها، ليس بطريقة الأبهة التي كانت في بغداد، وإنما بدأ مدرسة متواضعة وبدأ يدرس. الآن لا يدرس الناس الفقه والأصول فقط، وإنما يدرسهم التصوف والحياة الروحية أيضا، يعني رجع ولكن رجع برؤية جديدة وبنظرة جديدة إلى علوم الدين. So أبو حامد الغزالي lived in a very deep crisis after a few years of teaching at the Nizamiyah College in Baghdad. He started living in a very deep crisis. He described it eloquently in his book, Munqidh min al-Dalal, his autobiography. He realized that the lack of sincerity that he noticed in other scholars, he himself also has that same problem, lack of sincerity. And he lived a very deep crisis. He started some kind of self-examination for his own spiritual life. And he believed that he was not sincere about everything he's doing. It's all about fame, good position, getting closer to the sultans and the caliphs, etc. And then he decided suddenly to withdraw from the public life and to leave his students in Baghdad, hundreds of students, and to go and to live by himself a monastic life, living by himself all of the time, day and night, in prayer and contemplation and reading Quran. He traveled from Baghdad to Mecca to perform Hajj, from Mecca to Damascus, where he stayed a few years in the Umayyad Mosque in Damascus, reading Quran day and night, contemplating, reflecting. And he traveled to Al-Aqsa Mosque also, and he stayed there for some time. And in this time, you know, he was just someone who was going back to himself, trying to revive his own spirituality. After years of this, he realized that his life is not balanced, and Islam is based on good balancing. You cannot withdraw from the society in order to live a life of monasticism, because monasticism, Rahbaniya, is not part of Islam. As Prophet ﷺ said, لا رهبانية للإسلام. And he realized that he needs to go back to some balancing. Not the old life of showing up, but also not this life of withdrawing from the society. And so he went back to Baghdad to visit his family. And then from Baghdad, he went to Tus, his original land. And he started a new school there, started teaching, but teaching with a new methodology. And this is the contribution of Ghazali to the Islamic culture. He started teaching people his book, Ihya'ul Din, not the formalism of the jurists of his time, but now teaching them fiqh with spirituality at the same time, fiqh mixed with tasawwuf at the same time. And that's the real contribution of Ghazali to Islamic culture. When we look at the tradition of Ghazali, his contribution to Islamic culture is extraordinary in terms of its intellectual richness. Taraka Abu Hamd al-Ghazali, rahmatullah alayhi, tibqan li ba'di
حاولوا إحصاء كتبي 404 كتب، 400 كتاب، أكثر من 400 كتاب ورسالة، منها كتب كبيرة تصل إلى 5 مجلدات مثل أحياء علوم الدين، وأربعة مجلدات مثل المنخول في علم الأصول، ومنها كتب صغيرة ورسائل مثل البحث من الضلال، وكتب متوسطة مثل تهافة الفلاسفة وغير ذلك. رغم أن الغزالي لم يعش إلا 55 عاما، طول حياته 55 عام، مع ذلك كتب أكثر من 400 كتاب طبقا لبعض المؤرخين. هنالك بعض المؤرخين المسلمين والأوروبيين المستشرقين الذين حاولوا إحصاء الغزالي، ولأحد المستشرقين الفرنسيين كتاب نشر في بيروت عنوانه Essai de chronologie de Zouvre de Ghazali باللغة الفرنسية، محاولة لإحصاء كتب الغزالي أوصلها إلى 404 كتب. وللدكتور عبد الرحمن بدوي الفيلسوف المصري المشهور أيضا محاولة لإحصاء كتب الغزالي. فمحمد الغزالي كان عنده ذهن عجيب، رغم أنه جلس من هذه 50 سنة جلس 10 سنوات منعزل عن الناس أصلا، ولا تعد جزءا من حياته الفكرية وحياة الكتابة. لكن أهم ما يميز الغزالي كما قلنا هو التركيز على الروحانيات وعلى المعاني، وهذا ورؤيته بهذا تتلخص في الجزئين الأخيرين من كتاب حياة علوم الدين، جزء المهلكات وجزء المنجيات. الغزالي يركز على هذه المعاني، أما المهلكات عند الغزالي فطبعا يلخصها في كل مساوئ الأخلاق كلها من الغضب والحقد والحسد وحب الدنيا والبخل وحب المال والجاه والرياء والكبر والعجب والغرور إلى آخره. هذه يسميها الغزالي المهلكات، ويشرحها شرحا مفصلا ويعلمنا كيف نتغلب عليها، ويبين خطورتها على حياتنا الروحية وحياتنا الأخلاقية. أما المنجيات فهي رياضة النفس وتهذيب الأخلاق والتواضع وكسر الشهوتين، عنده كتاب كسر الشهوتين وهو من ضمن فصول حياة علوم الدين، وآذات اللسان كلها من الغيبة والنميمة وغيرها. لم يركز عالم من علماء المسلمين على الجوانب الأخلاقية والروحية من الإسلام مثل ما فعل أبو محمد الغزالي، ولهذا يعتبر متميزا في هذا المجال، وإن كان لديه أيضا جوانب ضعفه وجوانب قصوره ولسنا ننكر ذلك. أخيرا، هنالك بعض العلماء الذين انتقدوا بعضا من جوانب القصور عند أبي حامد الغزالي، ونحن إذا درسنا أي من علماء المسلمين لا نأخذه على علاته، وإنما ننظر إليه بجوانبه الإيجابية والسلبية. سنتحدث عن هذه الانتقادات ونختم بها بعد أن نعطي فكرة أخيرة عن جوهر ذكر الغزالي. So, Imam Muhammad Ghazali's great contribution is the focus on the moral and spiritual aspect of Islamic teaching, instead of focusing on the legal and the formal aspect of those teaching. And you can find the essence, the moral of his thought in the 2 last volumes of his book, Ihya Ulum al-Din, The Revival of Religious Sciences. One volume is about al-muhlikat, what he called al-muhlikat, means those very dangerous things that destroy our spiritual and moral life, like anger, like hatred, like envy, like stinginess, excessive love for money, excessive love for fame, like arrogance, etc. Those are what Ghazali called the muhlikat. And the other side, another volume is on the munjiyat, the savers, those things that might save our spiritual and moral life. And that includes the humbleness in dealing with Allah Azza wa Jalla and dealing with people, purification of our souls, purification of our hearts, suppressing our illegitimate desires, etc.
And nobody has deep inside in the human heart like Abu Hamid al-Ghazali. When you read his chapter in Ihya al-Din with the title Sharh Ajaib al-Qalb, Explanation of the Wonders of the Heart, he's an extraordinary man in his ability to go deep on the human soul and the human heart. So this is the great contribution of Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, like any other Muslim scholar, like any other human beings, has his own shortcomings that we need to be aware of also. And this was noticed by scholars who criticized him, like Abu Bakr al-Tartushi, one of the scholars from Maliki school of thought, like Ibn al-Jawzi, and like Ibn Taymiyyah and others. The first weakness of Abu Hamid al-Ghazali is he was not really knowledgeable about hadith. This is one of the main weaknesses of Abu Hamid al-Ghazali. كان ضعيفا في علم الحديث رحمة الله عليه. ولذلك توجد في بعض كتبه كثير من الأحاديث الضعيفة. فكتاب إحياء علوم الدين فيه أحاديث ضعيفة كثيرة تصل أحاديث ضعيفة وموضوعة تصل إلى حدود 200 حديث. ولذلك تتبع الحافظ زين الدين الكرافي وهو من كبار علماء الحديث تتبع الكتاب وخرج أحاديثه وبين صحيحها من ضعيفها. ولذلك إذا قرأنا إحياء علوم الدين ينبغي أن نقرأه مع تخريجات الحافظ العراقي حتى لا نغتر بحديث ضعيفة أو موضوعة مما أورده الغزالي وهو ليس متخصصا لعلم الحديث. هذه نقطة الضعف الأولى هي أبي حمد الغزالي. نقطة الضعف الثانية هي أن الغزالي بخشيته من الله عز وجل وتركيزه على خواصه الشخصي تخلى عن المسؤولية العامة في الإسلام أو ما يسميه مالك بن نبي الوظيفة الاجتماعية للدين. والإسلام قائم والإسلام هو نجاة للفرد ولكن أيضا نجاة للمجتمع. نحن لا نستطيع أن نتخلص من مسؤولياتنا الاجتماعية، هذا جزء من الدين، والرهبانية ليست من الإسلام. ومثال على ذلك كان أبو حامد الغزالي في القدس عام 1095، يعني سنة واحدة أو شهورا قبل أن يأتيها الصليبيون. ولما جاء الصليبيون واحتلوا القدس ودمروها وذبحوا أكثر من 70,000 مسلم فيها، كان أبو حامد الغزالي موجوداً في المسجد الأموي في دمشق في عزلته، ولم يلبس ببنت شفة ما تكلم كلمة واحدة في كتبه عن الصليبيين أبداً، رغم أنه معاصر الصليبيين، رغم أن دمشق كانت تموج بالغضب وكانت تغلي لما وقع في القدس، وكان العلماء والفقهاء يذهبون من دمشق إلى بغداد يستنفرون الناس للتصدي للصليبيين والأمة كلها بحالة استنفار، وأبو حامد الغزالي منعزل في صومعته لم يهتم بذلك أصلا. هذا انتقده عليه كثير من العلماء. بالطبع هو عنده ظروف خاصة وكان يعيش في أزمة حقيقية ويعني أزمة روحية، وكان يركز على إصلاح جانب معين من جوانب الحياة الإسلامية وهو الحياة الروحية، وقد بذل في ذلك جهدا طيبا، ولكن ما في شك أنه نسي هذا الجانب المهم من الحياة العامة. ولذلك أبو حامد الغزالي لم يكتب كلمة واحدة عن الجهاد في كتبه، حتى إحياء علوم الدين الذي غطى فيه كل أبواب الفقه حلب منه باب الجهاد، لا يوجد فيه كلمة واحدة عن الجهاد. هذا من الأمور التي انتقده عليها بعض العلماء. ولشيخنا الشيخ القرطاوي حفظه الله كتاب صغير رسالة طيبة عنوانها الإمام الغزالي بين مادحيه وقادحيه، يحاول أن يقدم تقييما موضوعيا للغزالي بما له وما عليه. مع ذلك مع كل هذه الانتقادات ينبغي أن نعرف أن حجة الإسلام الغزالي قدم للإسلام خدمات جليلة لا تكاد توجد في حياة أي من علماء الإسلام. قدمها في تصديه للفلسفة، وقدمها في تصديه للفكر الباطني، وقدمها في تصديه لعلماء السوء، وقدمها في إحيائه لروح الإخلاص والمعاني الروحية والأخلاقية لتعاليم الإسلام. وهذه من إنجازات عظيمة في حياة فرد واحد، وهو بلا شك يستحق لقب حجة الإسلام لما قدمه للإسلام في ذلك. So we want to summarize to conclude with some criticism against Abu Hamid al-Ghazali. He was criticized by some Muslim scholars like Tartushi, like Ibn al-Jawzi and Ibn Taymiyyah, especially for two things. One of them is that he was really
he was not very knowledgeable about hadith, and in his books sometimes you find some fabricated hadith, and he quoted them thinking they are authentic hadith, and that's one of the weaknesses of Al-Ghazali. And when we read his books, we need to be aware of that we need to be careful about the hadith he used, because they might not be authentic hadith. The other point of weakness in Al-Ghazali is when he withdrew from the public life. Unfortunately, he was living like a monastic life, and monasticism is not part of Islam. And he did not play any role in some very important events in his time, like defending Muslims against the Crusades. When Abu Hamd Ghazali was in the mosque, the Umayyad Mosque in Damascus, the Crusaders came from Europe. They destroyed Jerusalem and Antioch and Ma'arrat al-Nu'man and many other cities in Syria. And they killed thousands of Muslims. About 70,000 Muslims were slaughtered, men, women, and children, in Jerusalem. And everyone in that region, every Muslim was angry, and he was moving. Muslims were moving to defend themselves. While Abu Hamd Ghazali was in his mosque, and he did not participate, he did not talk one word, not speak one word about what was going on between Muslims and the Franks at the time. So many scholars criticize Ghazali for these two things. But remember that human beings are not perfect, and we need to be fair. And Abu Hamd Ghazali rendered extraordinary services to Islam by defending Islam against the great philosophy, against botany, philosophy, against the formalism of some fuqaha, and he emphasized and he revived the spiritual and the moral aspect of Islamic teaching. And because of this achievement, he really deserved the title of Hujjat al-Islam, and we need to learn from him, keeping in mind the weaknesses and the shortcomings of his life and his intellectual legacy. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. Sorry for being too long. I love Ghazali, and when I talk about him, I can't stop, so forgive me for that. Now it's your turn. If you have any question about Abu Hamd Ghazali, or you have some comments on this topic. Ibn Jawzi and Ibn Taymiyyah, they were the greatest scholar, of course. Mm-hmm. Did they say anything particular about Imam Ghazali, that why he did not participate in the type of things that they criticize him? No, they did not say why, and even today, scholars were trying to understand. We're not able to understand, you know, how could one of the greatest Muslim scholars in history be there in Damascus, and Muslims are slaughtered by 10,000 and 100,000. In Antioch, about 120,000 Muslims were slaughtered by the Crusaders, and in Jerusalem, about 70,000. In Ma'arrat al-Nu'man, they ate even the flesh of Muslims, you know. And I'm writing my PhD dissertation on the Crusade, you know. I'm very familiar with even sources written by the Crusaders themselves, who were there, eyewitnesses. We'll talk about this. And it's strange that a scholar like Abu Hamd Ghazali did not say any word, did not participate, any kind of participation. There are scholars like Al-Harawi, who went from Damascus to Baghdad to mobilize people to help their brothers in Syria. And Abu Hamd Ghazali did not say anything. He did not even talk about it in his book. He wrote other books after he withdrew from this. After he went back to the public life, he wrote some books. But he never said any word about this. So this is one of the strange
historical issues that nobody can explain, and we have no explanation for at all. طبعا ربما يكون الغزالي يعني لا يزال يؤمن، لا يزال يعيش في الأزمة، لا يزال يؤمن بأن خلاص الفرد أهم من الاهتمام بقضايا المجتمع. ويبدو هذا هو الجواب الوحيد الذي عندنا. وإن كنا نتمنى لو وجدنا شيئا مكتوبا من الغزالي نفسه أو من بعض المعاصرين يعني يفسر تفسيرا أكثر تدقيقا وتفصيلا من هذا. ومع ذلك anyway, Muhammad Ghazali continued writing the books after he went back to Tos. And the last book he wrote was Iljam al-Awam an Ilm al-Kalam, a book that he finished only 4 days before he died. آخر كتب الغزالي كان كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، ونحى فيه منحا سلبيا. الكتاب هذا يعبر عن تحول جديد في حياة الغزالي، لأنه بعدما رجع إلى طوس وخرج من عزلته بدأ يدرس علم الحديث، وبدأ ينحو يبتعد قليلا عن طريقة التصوف والخلوة، حتى بدأ يحذر من علم الكلام وهو كان كبار علماء الكلام، وينحو منحى العقيدة السلبية في تفكيره. ولذلك كتاب إلجام العوام يعبر عن آخر مراحل التحولات في حياة أبي حامد الغزالي. هو كتاب صغير ولكنه عميق وجميل. فكتبه أنهاه أبو حامد الغزالي 4 أيام قبل وفاته. وتوفي الغزالي رحمة الله عليه وهاجس الإخلاص لا يزال يؤرقه. فقيل أن الناس الذين حضروا وفاته قال له أحدهم: أوصني يا أبا حامد. فقال: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص. فظل يكررها حتى مات. مات وهو يكرر هذه الكلمة: عليك بالإخلاص. الأهم والهاجس الأكبر بالنسبة للغزالي كان هو الإخلاص في العبادة. ولذلك يعتبر حقيقة مساهمته في التراث الإسلامي هي في مجال الإخلاص في العبادة. فإذا أردنا أن نتعلم شيء من الغزالي فهذا أهم ما نتعلمه منه. والله تعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. تفضل أخي. لا وسمحت، ما الذي دعاك إلى الاهتمام بالإمام الغزالي؟ ما الذي دعاني إلى الاهتمام بحامد الغزالي؟ That's a big question. حقيقة لسببين، أولهما أن أبي رحمة الله عليه كان يحب أبا حامد الغزالي كثيرا، كان متصوفا وكان يقرأ إحياء علوم الدين تقريبا يوميا. فأنا تربيت في أسرة أبي يقرأ فيها إحياء علوم الدين، يعني كتاب ملازم له طول حياتي. فتعرفت على الغزالي وأحببته وأنا صغير. ثم إني درست في مدرسة صوفية وأخذت إجازة بالقرآن الكريم في مدرسة صوفية. طبعا يحبون أبا حامد الغزالي ويتأثرون به. ثم بعد ذلك وأنا أدرس تاريخ الأديان بجامعة تكساس، كنت أدرس مادة تاريخ الكنيسة مع أحد أساتذتي، ودرسنا عن سنت أوغسطين القديس أوغسطين وكتابه The Confession، هو من أهم الكتب في تاريخ المسيحية. فلما درست كتاب Confession of سنت أوغسطين وجدت تشابها عجيبا بينه وبين كتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، يعني المعاناة والتحول، التحولات الدينية من الجانب القانوني في الدين إلى الجانب الروحاني إلى جانب العزلة إلى جانب علم الكلام. يعني التحولات هذه في حياة الغزالي نفس الشيء عند القديس أوغسطين ولكن داخل التراث المسيحي طبعا. القديس أوغسطين من الذين أثروا في التراث المسيحي، من أكبر من أثروا في ذلك، وكتابه The Kingdom of God يعتبر من أمهات الكتب في التراث المسيحي. فأنا طلبت من أستاذي في نهاية السمستر، نهاية فصل الدراسة، قلت له خليني أكتب بحثي على مقارنة بين هذين الرجلين أبي حامد الغزالي وسنت أوغسطين. كتبت بحثا عنوانه A Painful Quest for God: The Pre-Conversion Moment of
أغسطين عند الغزالي. فطبعا هذا جدد الاهتمام بالغزالي ورجعته إلى المراجع. ولا أزال أحب أبو حامد الغزالي، وإن كنت أدرك طبعا كما أدرك بعض العلماء الأقدمين أن لديه نقاط ضعف كما عندنا جميعا نقاط ضعفنا، والله يغفر ويستر، يغفر الذنوب ويستر كل العيوب. So my friend is asking what made me interested in Muhammad Ghazali. And to make it sure, I said that first I was born and raised in a family that they love Muhammad Ghazali. My father used to read his monumental book, Hayya al-Muddin, almost on a daily basis. And then I studied the Quran in a Sufi school in Mauritania, also where people love Ghazali and his books. And later on, in these last few years, when I was studying history of religion at Texas Tech University in the United States, one of the courses I was taking was the history of medieval church. And I studied on St. Augustine and his book, The Confession. And I found extraordinary similarities between the confession of St. Augustine and Al-Munqidh bin Abdalal of Ghazali. Even if the time distance between the two is about 6 centuries, St. Augustine lived before Islam. And he died before Ghazali was born, 600 years before Ghazali was born. But there is extraordinary similarity in the transformation in their life from the legalism to spiritualism to philosophy. And the impact of Greek philosophy on Islamic culture, it was also the impact of Greek philosophy on Christian culture in the time of St. Augustine. So I wrote a paper on St. Augustine Ghazali with the title A Painful Quest for God, the Pre-Conversion Moment of Ghazali and St. Augustine. And that was one of the reasons I was interested in this great Muslim scholar and intellectual. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.